أجد من يذلها عنه حتى، وهو دعاء عليه، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على من تعلق قلبه بالمال أو بالمظهر أو بسوى الله. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الإنسان إذا كان قلبه متعلق بسوى الله كأنه صار عبد لشركاء، عبد لله أولا وعبد لما أشركهم مع الله، لنزواته وأهوائه ومراداته وتعلقاته، فصار عبدا لأكثر من رجل، فيبقى عبد لشركاء متشاكسون، يبقى مشتت، مسكين مشتت. العبد الذي يكون له أكثر من سيد، إذا أرضى واحد لا يرضي الآخر، إذا أرضى اثنين لا يرضي الثالث، وهكذا، فيكون مشتت الفكر. لا يستوي مع رجل سلما لرجل، عبد لرجل واحد. شفت المثل اللي ربنا جايبه لك في القرآن عشان تفهم معنى العبودية، أن تكون خالصة لله، ومثلها لك في صورة محسوس. إذا كان عبد لشركاء متشاكسون يكون مشتت مسكين، لا يرضي أحد، يهلك نفسه ولا يرضي أحد. ولذا الإنسان الطماع في الدنيا الذي يريد الشهوات مهما جمع لا يرضي حتى نفسه، فضلا عن أن يرضي ربه، يصرع يظل على هذا الحال حتى لا يرضي من يعيش معهم من الناس ينتقلونه، فيجد نفسه ضيع عمره، كما يقول في الشعر ضيع عمره في الأوهام. دي أوهام، لأنه فجأة يلقى ربه ويجد كل الذي فعله كانت أوهام. ضرب الله مثلا عبدا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هي دي معنى العبودية، أن يكون قلبك لله فقط، هو دي الصدق في العبودية، ساعتها تبقى عبد صادق. هو ده مطلوب العارفين من الله، أن يكون عبدا لله فقط، لا لنفسه ولا لرغباته ولا لشهواته. أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. فجعل الله الهوى إله من دونه سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان إذا سيطر عليه هواه وسيطرت عليه شهواته، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وقام في الظاهر بالشريعة، ولكن مسيطرة هذه الأشياء داخل قلبه، يلقى ربه ولم يؤدي حق العبودية، وإن كان هو ليس بمشرك في الحقيقة. وهذا من رحمة الله، لو عملنا الله بهذه الدقة لما دخل في الإيمان والإسلام إلا قليل، ولكن رحمة ربك أنه لم يعامل الناس بهذه الصورة إلا للعارفين فقط. ومراد العارف بالله المقرب من الله أهل الخصوص، هو تحقق الصدق في العبودية، حيث يكون لا شيء في قلبه إلا الله، ولا مراد في قلبه إلا الله، ولا لنفسه شيء، ولا لمن حوله شيء، ولا لأي شيء في الأكوان، إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من التعلقات التي تمنعه من الوصول إلى الله. هذا هو القلب السليم، رجلا سلما لرجل، فيصير عبدا لله فقط، لا لنفسه ولا لشهواته ولا لمتطلبات نفسه. فإذا تحقق فيه الصدق في العبودية قام بحقوق الربوبية في الحال، ساعتها إذا سجد لله فيكون ساجدا لله بحق، وإذا سبح الله يكون مسبحا لله بحق، وإذا تكلم تكلم لله، وقام بالله ولله وفي الله وعلى الله،
ويصير أحواله كلها متعلقة بالله، فيقوم بحقوق الربوبية بحق، حتى إن عبادته تكون خالصة لله لا لنفسه فيها شهوة. يعني في إنسان حتى يشتهي العبادة ويفعل العبادة لشهوة العبادة، حتى العبادة نفسها صارت بالنسبة له شهوة، فحجب بالطاعة عن المطاع، وحجب بالعلم عن المعلوم، وبالذكر عن المذكور، إلى هذه الدرجة. ولذا يعني يكون مراد العارف من الله أن يتحقق بالصدق في العبودية للقيام بحقوق الربوبية سبحانه وتعالى. قال أبو سليمان الدراني رضي الله عنه: شتان بين من همه الحور والقصور، وبين من همه الحضور ورفع الستور. الحضور مع الله ورفع الستور يعني مقام المشاهدة. وقيل لبعضهم: ما مراد العارف؟ قال: مراد العارف معروفه، هو الله. مراد العارف هو الله، هو مريح نفسه، العارف بالله ده مريح نفسه. ما مرادك؟ هو الله، خلاص ما عندوش حاجات ثانية، ما عندوش طلبات أخرى، أي لا يريد إلا ما أراد سيده، ولا يتمنى إلا ما يقضيه عليه مولاه. وقيل لبعضهم: ما تشتهي؟ قال: ما يقضي الله. ولذا أنشدوا وقالوا: لو قيل ما تمنى والعبد يعطى مناه، لقلت: منية قلبي في بقاه. يعني لو قيل لحد اتمنى وهندي لك اللي تتمناه، يجي العارف يقول ايه؟ منيتي بقائي مع مولاي، منية القلب بقاه، اي بقاؤه في شهود مولاه، ده المعنى. فإذا عرف الله سبحانه وتعالى وصدق في مقام العبودية وتحقق في مقام الربوبية في حقوق الربوبية، يمر بأطوار الله سبحانه وتعالى جليل وجميل، فقد يتجلى عليه بصفات الجمال فيبسطه فينبسط، وقد يتجلى عليه بصفات الجلال فيقبضه فينقبض. ولذا جاءت الحكمة التي تليها متعلقة بالتي قبلها، وقال: بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه، لا للقبض ولا للبسط ولكن لله. القبض ايه هو القبض؟ القبض اللي هو اللي احنا بنقول عليه الانسان يبقى نفسه مسدودة من اي حاجة، يقول لك انا ما نفسيش في حاجة خالص، زهقان طهقان، قلبي مقبوض كده. ناس يقول كده، مش واحد ساعات يقول كده، السبب ايه؟ يقول لك من غير سبب بيحصل لي كده، ويروح عيادات الامراض النفسية يشخصه دكتور الامراض النفسية ان عنده اكتئاب، يقول له انت عندك اكتئاب، مش طايق يشوف الناس ولا طايق يعيش مع نفسه ولا طايق، مقبوض كده، كأن حتى يقول لك قلبي عامل كده، العيان نفسه يشبهك كده، يقول لك قلبي عامل كده يا دكتور، يعني مقفول، مش طايق حاجة، حتى ولا ياكل ولا ليه مزاج يشرب، أعز الناس ليه مش عايز يشوفه. ده نوع من القبض، ده تجلي رحماني للقلب، إن كان بغير سبب يكون من الله، وإن كان بسبب خارجي فلازم تصاحب السبب الخارجي لتشوف سببه إيه. إن كان نقص طاعة تقبل على الطاعة، وإن كان قلة حضور مع مولاك تسأل الله الحضور مع مولاك، وإن كان فعل معصية تتوب من المعصية إذا كان سببه خارجي. لكن غالبا مع السالكين إلى الله يكون ليس له سبب، يأتي كده وارد من الله قبض يقبضه، حتى لا يتركه مع البسط، لأن لو بسطك مولاك البسط بقى عكسها الانشراح، تقول يا ده أنا حاسس إن أنا برقص كده، فرحان من غير حاجة، لدرجة قلت قال له أي كلمة يضحك يسخف، هو جاهز كده، يعني يقول لك أنا إيه يعني كأني مشعشع بلغة الجماعة بتوع الكيف، واخد بالك؟ بتحصل ساعات أنت تلاقي نفسك كده من غير ما تاخد أدوية ولا حاجة، تلاقي نفسك في يوم كده تلاقي حس بخفة في روحك ونشاط غير عادي وإقبال على الطاعة غير عادي،
وده يسموه بسط من الله، تعرف جمالي، ومقابله مقابله القبر. زي ما الدنيا كده والأكوان فيها ليل ونهار، كذلك القلب له ليل ونهار. فليل القلب هو القبر، ونهار القلب هو البسط. فهمت المعنى بقى تاني بطريقة تانية؟ فإذا قبضك حتى لا يتركك مع البسط فتأنس لسواه، لأن لو بسطك على طول هتأنس للناس وللخلق ولنفسك، فيريد أن يأخذك حتى من نفسك، لأن الله يغار حتى أن تركن لسواه ولو لنفسك، يريدك خالصا له، سلما له سبحانه، عبدا خالصا له. فإذا بسطك على طول ركنت للبسط، فركنت لشهواتك وركنت لنفسك، وربما أسأت الأدب مع الخلق. ما هو اللي مشعشع ده ممكن يتريق على خلق الله على طول كده، يقوم يقول كلمة يحرم، يقول كلمة تطلع من سخط الله، بعد ما كان ماشي في سكة الطاعة صاروخ يروح ربنا مرجعه تاني من حيث بدأ. ليه؟ لأنه قل أدب. وعشان كده كثير من العلماء كانوا يخافوا من البسط جدا، أول ما يجيله البسط ده يحبس نفسه، يخاف لحسن لما يلتقي مع الناس يقل أدب. لكن القبض مش محتاج، القبض أنت تأدبت لوحدك، يقول لك أنا من جوه ماليش نفس، ولا حتى الناس تكلمك مش عايز ترد عليه. وعلشان كده مراعاة الأدب في القبض أسهل منها من مراعاة الأدب في البسط. فهمت؟ التقلب ده بيحصل للسالك أو العارف غير المتمكن اللي هو صاحب الأحوال، إنما صاحب المقامات ده تمكن، فتلاقيه لا يقبض ولا يبسط، لأنه يرى الله جميلا جليلا في آن واحد، يجد باسط قابض في آن واحد، لا تغلب عليه صفة من الصفات. ده العارف المتمكن صاحب المقامات. إنما العارف صاحب الأحوال اللي لسه في السكة هو ده اللي بتتقلب عليه الليل والنهار. الليل والنهار حتى إذا أشرقت شمس المعارف في قلبه فلا ليل بعدها خلاص، ولا ليل ولا بسط، ولكن يرى الله سبحانه وتعالى فلا يغيب جماله جلاله ولا يغيب جلاله جماله، فهو يراه جليلا جميلا في آن واحد. دي حالة الكمال التمكين. وعشان كده تجد العارف بالله المتمكن تلاقي مستقر، مش تلاقيه يوم عبوس ويوم مبسوط، لا اليوم ده صاحب الأحوال اللي هو لسه بيمر بالأحوال دي، إنما المتمكن تلاقيه مستقر مع الله خلاص. اسمع بقى تاني الحكمة وافهمها. بسطك كي لا يبقيك مع القبض، يبقى بسطك يعني نفسك شوية، خلك تنفس شوية علشان ما تملش من نفسك، وإلا لو استمر القبض قد يحرق كبدك لدرجة ان الناس ممكن ينتحر من شدة هذا لو كان ايمانه ضعيف. اذا زاد القبض عليه ممكن يرتكب معصية، انه عايز يتخلص بقى من اللي هو فيه. وعشان كده الكفار لما بيجي لهم اكتئاب بينتحر، انما المسلمين لما بيجي لهم اكتئاب مساكين يعني قبض يفضل ساكن كده ومستني، ويلف على عيادات الدكاترة النفسيين ويروح للمشايخ ويقول له انا راكبني جني ولا مش جني، ويقعد ده يرقيه وده يدعي له وده قاعد يلف لحد ما ربنا يرفعه من عنده. ده المسلم عمره ما يفكر ينتحر، لان اسلامه وايمانه منعه فيستحمل. انما لو كان كافر تلاقيهم بينتحروا على طول، كثير نسب الانتحار عالية جدا في بلاد الكفار من القبض ده. بسطك كي لا يبقيك مع القبض، يبقى نفسك شوية وإلا ينحرك كبدك من شدة القبض، فلا تتحمله مدة طويلة كما لا تتحمل الظلم مدة طويلة، ولكن مهما طال الظلام لابد أن يطلع فجر فيبقى عندك أمل. بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط فتسيء الأدب فتحرم. يبقى حتى لما بيقبضك بيقبضك رحمة بك، لأنه قد يبسطك في هذا الموقف، فإن بسطك تسيء الأدب فتحرم، فيقبضك كأنما حبسك في زنزانتك داخل نفسك لترى قهر مولاك فتذل له، فإذا ذللت له فرج بعد ذلك بالبسط فأشرق النهار.
فإذا لم تسيء الأدب مع إشراق النهار قلب عليك القبض والبسط فتمكنت في الأحوال فلا يضرك قبض ولا بسط بعد ذلك حيث أنك تراه قابض باسط في آن واحد. ده مقام التمكين، بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما عن الاثنين بقى بالتمكين كي لا تكون لشيء دونه سبحانه. فهم؟ عشان هو عايزك تبقى عبد لله حتى لا تجهله في شيء وتعرفه في كل شيء. القبض آدابه الوقار والاطمئنان والصبر. لما ربنا يتجلى على إنسان بالقبض عليه أنه يعني يكون في وقار ويستمر في طاعته ويصبر ولا يشتكي، زي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون مثلا. يبقى القبض آدابه الطمأنينة والوقار والسكون تحت مجاري الأقدار والرجوع إلى الواحد القهار بكثرة الذكر والطاعة والعبادة والانعزال عن الناس. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج القبض في البسط ويولج البسط في القبض. هذا بالنسبة لنهار القلب وليل القلب. يبقى بالنسبة للأكوان واضح، وبالنسبة للقلب هو المراد. فكأن الآيات تخاطب الظاهر والباطن في آن واحد بآية واحدة سبحانه وتعالى. من أصابه قبض وغم عليه أنه يعرف مولاه على طول، إذا عرف مولاه اطمأن قلبه. وعلى شكل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصابه هم أو غم فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصابك قبض فالجأ إلى مولاك فاعرفه، فإذا عرفته تجده جميلا كما هو جليل، فتجد جمال الله أي بسطه في قبضه فيخف القبض. أدي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أصابك هم أو غم فقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. تقولها بالمعنى حيث أنك علمت أن الله كما أنه قابض فهو باسط، فيعود الأمل لك، لأن القبض إذا سيطر على الإنسان ييأسه. فإذا تذكر مولاه الله الله ربي لا أشرك به شيئا تشرق شمس الأمل مرة أخرى، لأن الله كما هو قابض فهو باسط، كما أنه يولج الليل في النهار فهو يولج النهار في الليل، فيزول ما به من غم أو هم. يبقى دواء المقبوض شهود التوحيد سبحانه وتعالى، والغيب عن الشرك أي عما سوى الله. أداب البسط بقى كف الجوارح عن الطغيان. النهار فيه بقى السعي، نهار القلب هتلاقي عايز تسعى تجري تجري في الأكوان. أما يجي لك البسط ده تلاقي نفسك كده عايز تجري تسعى تعمل كل حاجة فيها حركة، بخلاف القبض. القبض فيه السكون والوقار والطمأنينة، البسط فيه بقى إيه؟ السعي. لأن ربنا جعل النهار وجعلنا النهار معاش، فيجعل كمان القلب يبتدي يسعى. في سعي القلب قد يبطش، وعلشان كده آداب البسط كف الجوارح عن الطغيان، وخصوصا جارحة اللسان. لسانه ما يبقى زي المبرد يقعد يتريق على ده ويكلم ده ويهزر ده ويقول كلمة ما تلقش، لا، لأن النفس طبيعتها إذا فرحت بصرت. وليه البسط؟ البسط أصل النفس فيه حظ، إنما القبض النفس ملهاش فيها حظ. النفس تعافي القبض فملهاش حظ، فيجي للنفس يحرقها يمتها. إنما البسط فيه حظ للنفس، الانبساط فيه حظ للنفس. يعني أحب الناس إليه ما يحبهمش ولا عايز يشوفهم. أنا شفت ناس يقول لك بحمل هم الدبانة تقف في وشي إن أنا هنشها إزاي، يعني حتى إيده كده مش قادر يشيلها. شوف قد إيه من شدة القبض. شفت ناس كده والله.
فدي ربنا يسلمنا. لكن على اي حال اللي بيسكن في هذا المقام ربنا بيرقيه ترقية كبيرة تفوق العبادات كتير لما يسكن مع الله في هذه المقادير ويقول الله الله ربي لا اشرك به شيء او يجعل هذا ذكره ويتذكر باستمرار ان ربنا لابد ان يشرق له شمسه ويسكن منتظر الفرج. انتظار الفرج عبادة في حد ذاته. تجد انه يعدي من المقام ده من حال القبض ده يجد نفسه بقى ليه معنى تاني في العبادة وما كأنه ترقى ترقية كبيرة. فهمت ازاي؟ فبيبقى محنة وفي الواقع منحة طبعا ترقية كبيرة. تملي كده شوف انت كده لو رقوك كده وخلوك محافظ ولا وزير هتقعد معانا القعدة دي؟ هتبقى عندك مشاغل كتيرة جدا مش فاضي عشان رقوك بقيت وزير ولا بقيت متعايش. فهمت ازاي؟ تلاقي نفسك مشغول حتى عن نفسك حتى عن اولادك حتى عن بيتك اذا كنت كده في الدنيا في امور الدنيا فما بالك بقى في امور الاخره ترقيتها اشد فيشغلك حتى عن نفسك سبحانه وتعالى حتى تخلص له. رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ شوف المثال الجميل ده. يبقى الخطوره في البسط ان للنفس فيه حظ فعشان كده اول ما يبسطك مولاك خد بالك اتأدب وامسك لسانك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بأن تراه جميلا جليلا في آن واحد. فلا يغلب عليك جمال بالبسط ولا يغلب عليك جلال بالقبض لأن الله جميل جليل في آن واحد. الله كما أنه رحيم هو شديد العقاب في آن واحد. لا عقابه وبطشه سبحانه وتعالى منعت رحمته ووده بعباده ولا وده ورحمته منعت بطشه. فلا صفة تعطل صفة كله في آن واحد يعمل سبحانه. وعلى شكل الإنسان إذا ترقى رأى مولاه كذا. فالمهم أن مقام الانبساط أخطر من مقام القبض ولكن لا تتمنى إلا ما أقامك فيه مولاك. فإن كنت في انبساط لا تتمنى القبض وإن كنت في القبض لا تتمنى البسط. هو ده ما أقام المعرفة. الرضا بما أقامك الله فيه دي عين العبادة. فإذا رضيت صار القبض بسط وإذا سخطت صار البسط قبض. فهمت؟ يمسك نفسه عن الناس ما يأذيهمش زي ما بتعمل فيا يا حته. يمسك نفسه عن الناس يعني ما يبقاش مندفع فيهم لان البسط فيه اندفاع. فهمت؟ العارفون اذا بسطوا عشان كده قايل لك كده العارفون الحكمه اللي بعد دي. العارفون اذا بسطوا اخوف منهم اذا قبضوا. دي الحكمه اللي بعد دي. يبقى العارف لما يجي له مقام البسط يبقى اشد خوفا في المقام ده وحذرا منه اذا قبض. ليه؟ لان انت بالليل نايم القبض ده حاله النوم وعدم الحركه والسكون. وانت نايم ما بتبقاش خايف من حاجه لا هتقع ولا تتزحلق ولا حاجه بقى ما انت نايم. وانت نايم في السرير بتبقى قلقان من حاجه؟ لكن وانت ماشي في الشارع في الزلق خايف تدوس على قشره موز تتزحلق، خايف تدوس على نجاسه تنجسك، صح ولا لا؟ فالقبض لانه مقامه الاستقرار فالخوف فيه اقل، انما البسط مقامه الانتشار فالخوف فيه اشد. فهمت المعنى؟ الناس عايشه بس مش عارفه تقوله، مش عارفه تفهمه. لا لكن الناس عايشه ما تخافش، انت نفسك عايش في المقامات دي والاحوال دي بدون ما تعرف تقراها. كلنا عايشين في الحاجات دي. يريد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء سبحانه وتعالى. العارفون اذا بسطوا اخوف منهم اذا قبضوا. ولا يقف في حدود على حدود الأدب في البسط إلا قليل. ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليل. وقليل ما هم؟ اللي هم المؤدبين بقى أهل الأدب العالي هم دول. قال رجل لأبي محمد الحريري رضي الله عنه، كان رجل والي كبير
جاله مقام البسط فقل أدبه، فربنا حرم ورجعه تاني بره الباب، طرده بعد ما كان فتح له الباب، طلعه تاني في خدمة الدواب بعد ما كان في مجالسة الأحباب، صار إلى خدمة الدواب مرة أخرى لأنه أساء الأدب في البسط. فقابل سيدنا محمد الحريري كان من العلماء الأولياء في هذا العصر بيشتكي له عايز يرجع تاني يتفتح له الباب، فقال له: كنت على بساط الأنس وفتح علي طريق البسط، فزللت زلة فحجبت عن مقامي، فكيف السبيل إليه؟ دلني على الوصول إلى ما كنت عليه. فبكى أبو محمد وقال: يا أخي الكل في قهر هذه الخطة، يعني الكل في قهر مولاه، يعني كلنا وقعنا في المسألة دي، لكني أنشدك أبياتا لبعضهم. وقال له شوية شعر كده معناه أنه هو يعني إيه، يعني يقعد ينتظر في 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 الخراب لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يوصله للعمار. قف بالديار فهذه آثارهم تبكي الأحبة حسرة وتشوقا، كم قد وقفت بربعها مستخبرا عن أهلها أو سائلا أو مشفقا، فأجابني داعي الهوى في رسمها، فارقت من تهوى فعز الملتقى. قال له الشعر. وليه بقى البسط مراعاة الأدب فيه صعبة؟ لأن للنفس فيها حظ، وعلشان كده قال لك في الحكمة التي تليها: البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا حظ للنفس فيه. واضح؟ وعشان كده الخطورة بقى في البسط. البسط تأخذ النفس منه حظها فتقوى تحيا تاني بعد ما ابتدى يسيسها ويركبها وتوصله لربه، راحت موقعاه وهي اللي ركبته تاني بعد ما قعد يكافح فين على ما ركب نفسه، لان النفس دي اصلها عامله زي الحيوان غير المروض، لو سبتها توديك المهالك بالكفاح والمجاهده تتروض حبه حبه، تزل لحد ما ايه تحط على ظهرها البردعه وتحط على فمها اللجام الشريعه وتروح راكبها وسيئها بقى. فهمت ازاي؟ يبقى انت في الحاله دي بقى سيطرت على نفسك. يجي البسط النفس ترجع تهيز تاني، تروح عامله كده سهله، تروح موقعاك من فوق بعد ما كنت راكبها وتروح راكبه فوقك تاني. ادي المشكله بتاعت البسط، ترجع تصحى تاني النفس بعد ما زلت وتزللت، ترجع تاني لقهرها السابق، لان هي تحب القهر، النفس تحب القهر ما تحبش الذله، هي عايزه تبقى رب، عايزه تبقى اله، هي كده عايزه وعايزه وعايزه، مش عايزه تذل، طبيعتها كده. البسط تاخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا حظ للنفس فيه. وعلشان كده ابن الفارد هنا مدفون عندنا هنا في سطح المؤطة، ليه مقام كبير هناك، وليه مسجد هناك بجوار المقام بتاعه، وليه اشعار قويه جدا غريبه. كان يقول ايه اشعاره؟ اشعاره معظمها رموز ما يفهمهاش الا اللي مروا بالايه؟ بالاحوال دي. يقول ايه مثلا؟ الموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي. الموت يعني موت نفسي فيه حياتي، حياة المعارف مع الله. وفي حياتي قتلي. واخد بالك؟ وإذا حييت نفسي هموت مع الله. وقال الششتري رضي الله عنه: إن ترد وصلنا فموتك شرط لا ينال الوصال من فيه فضله، لا ينال الوصال من فيه فضله. وعلى هذا قال أبو علي الدقاق رضي الله عنه: القبض حق الحق منك، والبسط حقك منه. القبض حق الحق منك، والبسط حقك منه، يعني حظك. ولأن تكون بحق ربك أولى من أن تكون بحظ نفسك. عشان كده كانوا العارفين إذا خير بين أحد المقامين يختار القبض وما يختارش البسط، إذا خير بين أحد المقامين. لكن الأفضل ألا تختار، وفر من المختار إلى من يخلق ما يشاء ويختار، حيث أنه أقامك فيما يختار، ده الأولى. وعشان كده يقول إيه الإمام أبو الحسن الشاذلي: إذا خيرت فاختر ألا تختار، إذا خيرت
فاختر ألا تختار، وفر من المختار فرارك إلى ما يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ما كان لهم الخيرة. أما الواصلون المتمكنون فلا يؤثر فيهم جلال ولا جمال، خلاص بقى وصل بقى، ولا يحركهم قبض ولا بسط كما تقدم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. المتمكنين دول جبال، جبال في التمكن، تمر عليهم أحوال الصفات وتجليات الصفات والذات فيتحركون معهم وهم ثابتون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله في قلب العارف، حيث أنه جعله متمكن مع تغير الواردات والأحوال. دي بقى الايه الحالة العالية، لأنهم بالله ممكن لو أساء الأدب يرجع في أي وقت، وعشان كده لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون أو الكافرون. فالإنسان يبقى على حذر مع الله، مش تمكن يعني خلاص بقى، لا، ما هو لو أساء الأدب هيضطرب تاني. لأنهم بالله ولله ومن الله وإلى الله، بالله تصرفهم ولله عبادتهم أو عبوديتهم، ومن الله وردهم وإلى الله صدورهم. لأنهم لله لا لشيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يشرح صدورنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا قلبا سليما ورزقا طيبا مباركا فيه، وأن نسأله نفسا به مطمئنة تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتقنع بعطائه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، ولا تجعلنا من عبادك المتكلفين، نعوذ بالله من التكلف. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا أرحم الراحمين، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.